من بغداد معي سيدة شارة القارة داغي سفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعي في العراق ورئيسة منظمة أثر للإغاثة والتنمية مساء الخير أهلا بك معنا سيدة شارة بداية كيف تابعت دور المرأة إلى أي درجة أنت فخورة يعني حتى لو كنا نعرف بأنه المرأة قوية المرأة الكردية ولكن أيضا فاجأت مع هذا فاجأت الجميع بالدور الذي لعبته في الحرب ضد داعش طوال الفترة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر قناتكم موقرة لهذا الاهتمام لقضايا المرأة أهلا خصوصا وسهلاً. المرأة اليوم تواجه تحديات كثيرة في ظل فوضى عارمة أدت إلى أن كثيرا من النساء وجدوا أنفسهم أمام عصابات عصابات مجرمة لا تعرف معنى الإنسانية ولا معنى أن المرأة مخلوق محترم احترامه احترمه كل الأديان وهي شريكة الرجل في العطاء الحضاري أنا شارل القرداغي سفيرة الديمقراطية والسلام والسلم الاجتماعي في العراق أهم التحديات التي تواجه المرأة الكردستانية أنا بصفتي رئيسة منظمة أثر للإغاثة والتنمية في إقليم كردستان وفي العراق أهم التحديات التي تواجه المرأة الكردستانية هي كيفية إعادة الآلاف النساء اليزيديات التي ما زلن سبايا لدى داعش التحدي الأكبر هو معالجة الآثار التي تركتها داعش عند النساء الكرديات اليزيديات التي تم انقاذهن من داعش. نعم من آه من الأهمية إخراج هذه الفئة من النساء من الصدمة التي خلفها داعش في نفسياتهم وأفكارهم. نحتاج إلى إعادة تأهيل كافة تأهيل كاملة وكافة لهذه النساء من أجل دمجهن بالمجتمع بعد أن أخذوا دورهم في النشاط الإنساني والمجتمعي. شغلت المرأة عبر العصور أدوار مهمة وكانت فاعلة في وضع القوانين والسياسيات. تطور ورقى أي مجتمع نعم. يقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة. تعرضت المرأة الكردستانية إلى ضغوطات كبيرة في الفترة الأخيرة. مرقة تحتوي أعداد لا بأس بها من المقاتلات. بناء طيب. الأسرة من خلال المرأة في إقامة ورش عمل للمرأة اليزيديات. وإحنا كعدنا ورش عمل بصفتي كرئيسة منظمة اثر للاغاثة والتنمية عندنا بروبوزال كامل لاعادة تأهيل وتدريب النساء المختطفات من قبل داعش تأهيلهن آه آه نفسيا آه يعني آه نعم طيب ماذا ايضا نعم ماذا نعم يحتوي نفسياً. هذا البرنامج الذي قدمتموه وكيف ستساعدون ايضا يعني نتحدث ايضا عن ثأر لكل النساء بسبب ما قام به داعش من استهداف واستغلال ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بدوركم نعم. للفترة الآتية؟ نعم المرأة بشكل عام في العراق واجهت ضغوطات نفسية كثيرة في نينوى في سهل نينوى في شمال العراق أكثرية المرأة الكردستانية اليزيدية التي واجهت تحديات كبيرة والمرأة الكردية بعد هذه الكارثة الإنسانية تحتاج إلى جهد عالمي حكومي وغير حكومي يعمل بجهد على أن ترجع نفسيات المرأة إلى المجتمع إلى المجتمع ودمجهم بالمجتمع. إحنا أدنا بروبوزل نساء مختطفات من قبل داعش وكيفية إعادة دمجهن بالمجتمع بإقامة ورش عمل كيفية أن يتعلموا أن مره اخرى يندمج بالمجتمع ويمثلوا دورهم كأم نعم. في تربيه اطفالهم وهذا يحتاج الى انه ندخلهم ورش عمل تعليميه وتدريبيه بمساعده المنظمات الحكوميه وغير حكوميه نعم كيف هن الى اي درجه مصرات وغير مستسلمات اليوم وهذا ما سيساعدكم بطبيعه الحال في اعاده تاهيلهن نعم المرأة الكردستانية غير مستسلمة للظروف القاهرة التي حصلت لها درجة أنها تقف مع الرجل في المعارك يدا بيد في بناء الأسرة في المجتمع وإحنا عدنا دور دورة لتأهيل هذه النساء كي يخرجوا مرة أخرى ندمجهم مع المعلمات مع طلاب المدارس مع أبنائهم حتى لا يحسوا أنهم يوم من الأيام لقوا اجرام جريمه بيد داعش الذي خلف وراءه مأساة وكارثه للمجتمع العراقي بكافه. اها. هل من كلمه اتودين ان توجهيها سيده شاره لكل امراه تتحدى داعش وخاصه اللائي عانينا مع داعش؟ اوجه كلامي للمراه العراقيه عامه وللكردستانيه خاصه. أن لا يأس لا يأسوا رحمة الله كبيرة إن شاء الله بعودة الحياة الجميلة وأن تعود البسمة إلى شفاه كل أطفال وأرامل آه العراق كافة ليعيشوا بسلام وطمأنينة وأنا أطالب أطالب المنظمات الحكومية واللا والدول العالمية والدول المانحة الأمم المتحدة اليو بي ودول الخليج أن يساعدوا النساء اليزيديات، النساء الكرديات المشردات، ونفس الشيء في الانبار نعم. في كافه العراق التي لاقوا ظلما كثيرا من قبل اجرامي داعش همجي الذي خلف وراءه اثار داميه، فاسال الله تعالى ان يوفق الجميع، تحياتي لكم شاره القرداغي سفيره الديمقراطيه والسلام الاجتماعي ورئيسه منظمه اثر للاغاثه والتنميه. شكرا شرفتينا من بغداد شاره القرداغي سفيره الديمقراطيه. والسلم الاجتماعي بالعراق